رغم الحرارة المرتفعة والعمل الفلاحي الشاق، تجد العشرات من الشباب بالمناطق النائية في ولاية تيارت يتجهون للعمل بالفلاح، حين نجد عائلات بأكملها تحافظ على توريث هذه المهنة أبا عن جد. التفاصيل مع ديار بن دعوت. تحولت ولاية تيارت هذه الأيام إلى ورشة عمل كبيرة، خاصة ما تعلق بالقطاع الفلاحي، منهم عشرات الشباب بالمناطق النائية والذين اتجهوا إلى العمل بالعتاد الفلاحي، ضاربين بذلك المثل في الاجتهاد والمثابرة. الآلة الأحصاد كما ننظفوا الآلة وندوروا لها الأصوالح كيفاه، الصيانة تاعتها نقريسوها، ندوروا الموتور كيفاه، وندوروا ثاني نبداو الحمان ثاني السخانة ثاني راها حرارة مرتفعة، والحرارة تاع المحرك والحرارة تاع المنطقة. فولاية تيارت تعتبر ولاية فلاحية بامتياز، وهو ما دفع عديد العائلات إلى امتهان العمل بهذا القطاع، ومنهم حتى شباب حافظوا على مهنة الآباء والأجداد. احنا هذه المهنة هي وين تاع الفلاحة ورثناها من الآب ومن الجد وهذه المهنة تاعتنا، ورانا مربين أولادنا أجيال يعني في هذه المهنة، وراهم يعني عندهم هذه المهنة مستمرين فيها، ولكن راها كاين عندنا يعني تخصنا بعض النقائص اللي هي باه تشجعنا. لقيت بوياتنا ولقيت جدودنا في هذه المهنة، رانا نكملوا معها، وهذه هي المصدر المعيشي تاعنا كيما هاك، ونطلب ثاني من الدولة باه تساعدنا في هذه المهنة. خاطش علاه راه عندنا كيما البيانس الماتريال هذا راه ما كانش، راه قليل. فلا طالما تردد بأن الشباب الجزائري لا يحبذ العمل في الفلاحة، غير أن شباب المناطق الريفية بتيارت يثبت اليوم تواجده ويطالب بأحقيته بدعم الدولة لتطوير العمل والنهوض بالقطاع الفلاحي.